كان المبتدا اسما والخبر تنصيبه ككان سيدا عمر ككان ظل بات اضحى اصبح انسى وصار ليس زال بيع فتئا وانفكا وهذه الاربعه بشبه نفي نوي نفي متبعة ومثل كان دام مسبوقا بما كاعطنا لم تم مصيبا درهما وغير ماض مثله قد عمل ان كان غير الماضي منه استعمل وفي جميع نهايه توسط الخبر الجزء كل سبقه دام حضر فذاك سبق خبر من نافيه فجي بها متلوه لا تاليه ومنع سبق خبر ليس اصطفي وذو تمام ما درى من يرتفي وما سواه ناقص ونقص في فتيء ليس زال دائما قفي ولا يلي العامل معمول الخبر الا اذا ظرفا اتى او حرف جر ومضمر الشان اسم للمهم وقع مهم ما استبان انه امتنع وقد تزاد كان في حشو كما كان اصح علم من تقدم ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد ان ولو كثيرا لاشتهر وبعد ان تعرض ما عن هرتك كمثل اما انت بر فاختلف ومن مضارع عندي كان مجزم تحذف دونه وهو حذف ملتزم سهلا قال رحمه الله تربع كان المبتدا حال كونه اسما والخبر تنصيبه هذا شروع منه في نواسخ الابتداء وهي ثلاث فئات ما يرفع الاسم وينصب الخبر وما ينصب الاسم ويرفع الخبر وما ينصب الاسم والخبر جميعا بدأ بالأول قال كان ترفع المبتدا حال كونه اسما لها والخبر تنصبه فتقول زيد عالم تقول كان زيد عالما تقول صار الغلام شيخا صار العنب زبيبا قال والخبر كان سيدا مثل ذلك مثل كان لذلك مثلها فيه 12 فعلا وهي كما يلي كان وبات وأصبح وأضحى وظل وأمسى وصار وليس هذه 8 أفعال يضاف إليها 5 أخرى وهي ما زال وما بريح وما فتي وما انفك وما دام فالجملة 13 فعلا ويضاف إليها أفعال أخرى معناها معنى صار وهي 10 قال ترفع كان المستسلم وخبر فكان سيد عمر تقول كان عمر سيدا كان فعل ماض وعمر اسمها مرفوع وسيدا خبرها منصوب ترفع المبتدا تشبيها له بالفاعل وتنصب الخبر تشبيها له بالمفعول ماشي قال كان ظل بات اضحى اصبح امسى وصار ليس وهذه الاربعه شبه نفي الاربعه وهي ما زال وما بريح وما فتى وما مكة لا تعمل الا مسبوقه بنفي او شبهه والنفي واضح وشبه النهي والدعاء النهي لا تزل ذاك الموت الدعاء ولا زال منهلا بجرعائك القطر ولا زال منهلا هذا دعاء يدعو لأرض محبوبته أن يدوم عليه المطر لا يقال زال زيد محبا لك انفك زيد محبا لك لا يقال يقال من فك يقال ما زال زيد محبا لك ولا يزالون مختلفين ولا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم أنا قوله وهذه الأربعة للشبه نفي أو نفي متبع واضح؟ ومثل كان دام كذلك دام ترفع الاسم وتنصب الخبر بشرط أن تتقدمها ما المصدرية ظرفية نحو ووصيني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا تا اسم ما دام مبني على الظن في موضع رفع وحيا خبرها منصوب إذن دام لا تعمل هذا العمل لا يسبقت بما المصدرية ظرفية سميت مصدرية لأنها تؤول مع مدخولها المصدر وظرفية لأنها تدل على التوقيت نعم قال وغير ماض مثله قد عمل أوردها كلها في صيغة الماضي كان وصار وليس وما بدع قال غير ماض يعمل عمله كان تعمل حتى لو كان فعلها مضارعا وصار إذا استعمل لها غير الماضي يعمل عملها تقول يكون الجو حارا في الصيف يكون عمل المضارع منها تقول كونوا حجارة قال سبحانه وتعالى كونوا حجارة وحديدة فعل أمر كونوا فعل أمر بقى على أحد النون والواو اسم كان النبذ في موضع رفع وحجارة خبرها منصوب كونوا ربانيين قال الشاعر وما كل من يبذل بشاشة كائنا أخاك كائن اسم فاعل وأخاك خبره منصوب واسمه ضمير مستقدره كائن هو قال رحمه الله رحمه الله وليه وغير الماضي منه قد عمل يعمل غير الماضي منها إن كان غير الماضي منه استعمل إذا كان غير الماضي يأتي منها ليس لا يأتي منها غير الماضي ما زال وما بيح وما فتي وما مكة لا يأتي منها المصدر ولا يأتي منها الأمر يأتي منها اسم الفاعل والماضي والمضارع ولا يأتي منها المصدر ولا يأتي منها المصدر ولا الأمر ويأتي منها اسم الفاعل اسم الفاعل قضى الله يا أسمار هل لست صائرا
ألست زائلة أحبك حتى يغمض الجبن مغمض؟ ألست زائلة جاء اسم الفاعل من زال، أنا غير إن كان غير الماضي من السملة. أقول مثلنا كذلك من عمل كامل، عمل مصر كان قال ببذل وحلم سادة في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير. كونك كون مصر كان، والكاف اسمها من إضافة المصدر إلى مرفوعه، وإياه خبرها مبني في وضع نصب. أنا أقول إن كان غير الماضي من السملة. قال رحمه الله وفي جميع نهاية توصف الخبر أجز. قلنا كان أخواتها ترفع الاسم تشبيها له بالفعل، وتنصب الخبر تشبيها له بالمفعول يتقدم على الفعل. تستطيع أن تقول شرب الماء زيد، كذلك يتقدم خبرها على اسمها. وكان حق عينا نصر المؤمنين، فليس سواء عالم وجهول، ليس البر أن تولوا وجوهكم. فأنا أقول وفي جميعها توسط الخبر أجز، وكل سبقه ذا محرم. قوله وكل سبقه، كل نحاتي منعوا تقدم خبر ما دام عليها. معنى هذا أن خبر غيرها يتقدم عليها. تستطيع أن تقول كان زيد عالما، وتستطيع أن تقول عالما كان زيد. واضح؟ أما ما دام لا أصحبك ما دام زيد صاحبك، فلا يسوغ أن تقول لا أصحبك صاحبك ما دام زيد، لا يجوز هذا. واضح؟ أنا أقول في جميعها وكل سبقه دام حضر. وقال بعضهم إذا تقدم الخبر على دام وحده ولم يتقدم على ما جاز، فتقول لا أصحبك ما صاحبك دام زيد الأرض. أنا أقول لي وفي جميعها توصل الخبر أجز، وكل سبقه دام حضر. كذلك سبق خبر ما نافية، كذلك لا يتقدم الخبر على ما النافية، لأن ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. تقول ما كان زيد عالما، ولازم تقول عالما ما كان زيد. وإذا كان النافي غير ما يجوز، تستطيع أن تقول لم يكن زيد عالما، وتستطيع أن تقول عالما لم يكن زيد، لأن النافية غير ما. قال فجئ بها متلوة لا تالية. كذلك مما يثار في هذا الموضوع تقدم خبر ليس، خبر ليس يتقدم على اسمها، لا حرج بذلك. تقول ليس عالما زيد، كما تقول ليس زيد عالما، لكن لازم تقول عالما ليس زيد. ورأى سيبويه رحمه الله تعالى أن ذلك يجوز، واستدل المجيزون بقول الله عز وجل ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. قالوا يوم يأتيهم معمول لمصروف، وتقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل. قدمت التابعة لي قدمني أنا بالأولى. يوم يأتيهم معمول لمصروفا، ومصروفا خبر، تقدم معمول الخبر على الأداة ليستخدمه الأداة. وقالوا إن هذا لا دليل فيه، لأنهم يتوسعون في الظرف والجار والمزول لا ما لا يتوسعون في غيره. أنا أقول ومع سوق خذوان ليس صوفي، وذو تمام ما برد أن يكتب. تقدمنا